دعوات التهجير تتصاعد في إسرائيل. وزير الخارجية يدعو لتهجير سكان مخيم جنين، وبن غفير يدعو لاحتلال غزة. وسط توقعات بهجوم واسع، حزب الله يقصف مواقع إسرائيلية حدودية. الجيش الليبي يبرر إرسال تعزيزات كبيرة إلى الجنوب الغربي بالسيطرة الكاملة على الحدود. الجيش الروسي يعلن وقف التقدم الأوكراني قرب عدد من البلدات في كورسك. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه الجولة الإخبارية من الحدث. دعا وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى التعامل مع مخيم جنين كالتعامل مع غزة بعد إخلائه من المدنيين، بحسب ما أفادت وسائل أعلام إسرائيلية في لقاء مغلق عقده مع قادة مجلس المستوطنات لبحث الوضع الأمني في الضفة الغربية. وقال كاتس لرؤساء المستوطنات إن مخيمات اللاجئين هي بؤر للشر لا تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية، وإنما تخضع لإيران. وأضاف أن الحدود الشرقية مع الأردن مفتوحة فعليا أمام التهريب، وأضاف أنه يجب إقامة مانع جدي على الحدود الشرقية. وتوعد خلفية الاجتماع إلى الإجراءات وتعود خلفية الاجتماعات إلى الإجراءات التي شرع بها مجلس المستوطنات في الضفة الغربية في الأيام الأخيرة للتصدي للعقوبات التي تفرضها بعض الدول الأجنبية وفي مقدمتها الولايات المتحدة على بعض المستوطنين في الضفة الغربية. في تصريح جديد مثير للجدل، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى وقف نقل المساعدات الإنسانية والوقود إلى غزة حتى عودة جميع المختطفين. بن غفير قال إنه يجب تشجيع هجرة سكان غزة واحتلال القطاع والسيطرة عليه بشكل دائم والاستمرار في تدمير حماس حتى تستسلم تماماً. من لندن ينضم إلينا المحامي وأستاذ القانون الدولي أمجد السلفيتي، أهلا ومرحبا بك معنا. ومن القاهرة أيضا ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس الدكتور أيمن الرقب، أهلا ومرحبا بك معنا دكتور أيمن. أبدأ من عند السيد أمجد، نريد أن نفهم قانونيا وبالقانون الدولي تحديدا ما تطالب به إسرائيل وتتحدث عنه من تهجير ومن احتلال قطاع غزة وما تريد أن تقوم به في مخيم جنين، كيف يفهم وكيف يرد عليه كقانون دولي؟ طبعا يسعد مساكي ومساء المشاهدين والضيوف. ما يقوم به بعض الأشخاص أو الشخصيات من أجنحة الحكومة اليمينية في دولة الكيان الصهيوني هي ربما تكون تعبير عن آراء شخصية، لم يتم تبني هكذا قرار بشكل واضح، ولكن بغض النظر هذا تمهيد لقرار لابد أن هؤلاء الصهاينة
يعني ينوون على إتمامه وإنجازه قريبا، إما في الضفة الغربية وهم بدأوا فعلا في قطاع غزة. من ناحية القانون الجنائي الدولي، ومن ناحية القانون الإنساني الدولي، ومن ناحية القانون الدولي العام، عملية إعادة تهجير أو تهجير أو إعادة توطين أو نقل دون إرادة الشعب الذي يتم نقله، يعني الشعب الفلسطيني إذا لم يكن موافق على هذا التهجير، فهذه تعتبر جريمة يحاسب عليها القانون الجنائي الدولي، وممكن إحالتها إلى محكمة الجنايات الدولية كجريمة منفصلة عن جريمة الإبادة. وكذلك هناك أيضا هذه تعتبر جرائم حرب يمكن التعامل معها من ضمن محاولة الإبادة كطريقة للإبادة وضمها إلى الملف القائم أمام محكمة العدل الدولية، وبذلك يمكن أن يكون هناك نوع من أنواع الكماشة القانونية لمحاصرة العدو الصهيوني. كذلك هناك دور واضح لمجلس الأمن الدولي، حيث أن هذا اختراق واضح لحقوق الإنسان ولحقوق هؤلاء الفلسطينيين إن كانوا في الضفة الغربية. ويجب أن نميز هنا أن الضفة الغربية يختلف وضعها نوعا ما عن قطاع غزة، وذلك لأن المقاومة الفعالة والمسلحة والسيطرة على قطاع غزة هي من طرف المقاومة الفلسطينية حماس. أما بالضفة الغربية فهي ما زالت خاضعة للسيطرة الفلسطينية، السلطة الفلسطينية ما زالت ملتزمة بكافة الالتزامات بمعاهدات السلام أوسلو، ولذلك هناك مسؤولية واضحة على المحتل، ويجب أن تقوم السلطة فورا بتوجيه إصبع الاتهام للحكومة الإسرائيلية. وهل بالإمكان ذلك حتى من خلال تصريحات، يعني عقب هذه التصريحات وكون من مسؤولين بهذا الحجم، هل من الممكن أن تقوم السلطة بأي إجراء، أو أنه يبقى مجرد تصريحات لا تعطي ربما دليلا للتوجه في هذا الاتجاه للسلطة؟ لا أعتقد أنه، رغم أن هذا التصريح هو من وزير، لكن هناك المسؤولية الجماعية عادة ما تلزم الحكومة كونه عضو بهذه الحكومة اليمينية، ولذلك يمكن للسلطة أن تتوجه إلى المنابر الدولية، إلى الاتحاد الأوروبي، إلى مجلس الأمن، وبإمكانها أن يعني تفعل بعض الدول الصديقة للبدء في عملية قانونية حقيقية سأعود إلى هذه مثل النقطة ما حصل بالسابق. سيد أمجد، موضوع العملية القانونية عبر ربما منظمات أو هيئات دولية. دكتور أيمن، موضوع الحديث بهذه الطريقة ليس عن غزة، يعني هذا مسموع فيما سبق، ولكن اليوم عندما نسمع تصريح بهذه اللهجة التصعيدية وبهذا الأسلوب وبهذا التوقيت تحديدا، ما الذي من الممكن أن يقرأ من جراء وعلى إثر هذه التصريحات؟ ما الذي تريده إسرائيل أو ربما عازمة فعليا على القيام به؟ بعد التحية لك أختي الكريمة وضيفك الدكتور أمجد ولكل السادات والسادة المشاهدين ومتابعين الكرام. أولا، أنا لا أعتقد أن وزير الخارجية إسرائيل كانت سيتحدث بذلك بشكل شخصي، بالتأكيد هذا طبعا يدور في كواليس السياسة الإسرائيلية، وخاصة أنه كانت تربى داخل حزب الليكود الذي حتى الثمانينات كان يعتبر أن الوطن البديل للفلسطينيين هو الأردن وليس الضفة الغربية. مهم جدا أن الضفة الغربية يقطنها قرابة 800 ألف لاجئ من في 19 مخيم، قرابة 25% من سكان الضفة الغربية. كان هدف سابق للاحتلال جنين بالتحديد، وكان يقول عنه عش الدبابير قبل أحداث 7 من أكتوبر، وبالتالي كانت يوميا هناك عمليا اقتحامات لجنين. عمليا السلطة تفقد سيطرتها على الضفة الغربية بشكل كبير جدا، والشعرة المعاوية التي لا زالت مستمرة هي التنسيق الأمني، تحاول السلطة أن تبقى هذه الشعرة لأن قطعها يعني الانقضاض بشكل كامل على السلطة. وخلال لقاءات أمنية تتم بين الفين والأخرى بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية والأمريكية، يتم تهدئة السلطة بأن ليترك السياسيين يقولوا ما يريدون، ونحن على صعيد الميدان نمارس ما نحن مقتنعين به للحفاظ على ما تبقى من بقايا أوسلو كما أشرنا، التنسيق الأمني. وبالتالي أنا أعتقد
أن تصريحات غيتس بالتأكيد هذه ليست عشوائية، وقد نشهد للأسف الشديد مخيم مثل نور شمس مثل جنين يتم بشكل أو بآخر إخلاء سكانه إلى مناطق طبعا أخرى، ثم يتم اقتحامه وتدميره. هذا على فكرة كما أشرت مشروع قديم جديد يعاد بين الفين والأخرى تنشيطه في ذاكرة الإسرائيليين، والآن في ظل طبعا عملية التحريض المتواصل على الشعب الفلسطيني من الممكن أن يلجأ إلى ذلك. وحتى عندما تم طرح فكرة تهجير سكان قطاع غزة، الأردن قالت طبعا كانت موقفها رافض في هذا الأمر، لأنها تدرك إذا تم هذا الأمر في غزة سيتم لاحقا في الضفة الغربية، ونعرف أنه جزء من سكان الضفة الغربية يحملون جواز سفر أردني، وبالتالي سهل إزاحتهم إذا بشكل كبير، هذا ما يعتقد الاحتلال به. ولكن هو سيتفاجأ بصمود الشعب الفلسطيني. يمكن أختي الكريمة ما نشهده في غزة من عملية قتل ممنهجة وصمود للشعب الفلسطيني في غزة، وليس لديه سبيل سوى أن يتمسك بأرضه، لأنه أين سيذهب وإلى أي المنافع سيذهب، وكذلك في الضفة الغربية. لكن هؤلاء الغزاة لا يتعلمون للأسف لا من التاريخ، ويعودوا مرة أخرى ليكرروا نفس سياقهم ونفس حديثهم ونفس أساليبهم. هذه صناعة الكراهية التي تتم الآن في غزة والضفة الغربية لا تؤسس لسلام بصراحة على مدار أجيال قادمة، بالعكس يؤسس لكراهية ليست فقط في فلسطين وفي خارج فلسطين، وتمتد إلى أبعد من حدود المنطقة العربية. لذلك من يريد أن يصنع هدوء في المنطقة عليهم أن يفكروا كيف يكبح جماح هؤلاء المتطرفين داخل دولة الاحتلال وليس داخل فلسطين. يعني أنا أعتقد حتى ما يصنف متطرفين داخل فلسطين نستطيع أن نجذبهم إلى الحالة الوطنية بشكل كبير جدا. الخشية من هؤلاء المتطرفين داخل دولة الاحتلال، والذين يعلمون أولادهم على كره من هو غير يهودي في مناهجهم الدينية، وهذا الشيء الخطير بصراحة. ومن يريد أن يؤسس لسلام في العالم عليه أن يراجع أولا مناهج المتدينين اليهود الذين يدرسون على أولادهم في المعاهد وفي الجامعات، تخرج مثل سموتريتش شوبين غفير وكايتس وغيرهم من هؤلاء المتطرفين الذين يرفضون حتى فكرة التعايش السلمي في المنطقة. نعم سيد أمجد، ذكرت في إجابتك السابقة بأنه من الممكن للسلطة أن تذهب وتتوجه للاتحاد الأوروبي، للمحكمة الجنائية الدولية، إلى ربما أي جهة من الممكن أن تدين ما تقوم به إسرائيل أو هذه التصريحات، ولكن بحيادية وبمنطقية. هل فعليا كل هذه الإجراءات مجدية؟ يعني شهدنا قرارات أصدرتها محكمة العدل الدولية، وكان هناك قرارات عدة واستنكار، وطلب من إسرائيل أن تلتزم بذلك ولكن كان عبثا. هل فعليا من الممكن أن تثمر هذه الجهود إذا ما ذهبت السلطة ومضت في هذا السياق؟ يعني يجب أن نكون واقعيين. المقاومة الحقيقية هي في بعض البؤر في منطقة السلطة الوطنية الفلسطينية الضفة الغربية، ولكن المقاومة الفعالة والمواجهة الحقيقية هي في قطاع غزة. إذا كان لدى السلطة أي مفعول هو سياسي قانوني لا أكثر ولا أقل، كما أشار ضيفكم الكريم من القاهرة دكتور أيمن، إنه العملية أصلا يعني شبه تنسيق أمني بس لتحييد السلطة ولعدم يعني الوصول إلى نقطة اصطدام والحفاظ على الستاتوس كوا تبع الضفة الغربية. ولكن الموضوع أصبح واضحا تماما. أولا السعي إلى السلم مع هكذا دولة هو أصبح أمرا من الماضي، غير فعال وغير منطقي. يجب إيجاد حلول جديدة تكون مبنية على أولا إبعاد المتطرفين من الحكومات الإسرائيلية، لكي يكون هناك واقع جديد يمكن أن يتم التفاهم على تسوية معينة. يعني حتى التنسيق الأمني أصبح يعني غير فعال وغير منطقي وغير معقول أن تتعاون السلطة مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لاعتقال المقاومين. على السلطة الوطنية الفلسطينية أن تفعل مكانتها السياسية والقضائية في المحافل الدولية وبكل الأماكن مع الأصدقاء وبكافة الاتحادات ومنها الاتحاد الأوروبي، مجلس الأمن. نعم وأؤكد لك وأنا أعرف أنه يعني مسيطر عليه تماما من الولايات المتحدة ومن خلال الفيتو وإلى آخره، ولكن يجب تدوين الجريمة، ويجب أن يكون هناك وعي تاريخي أن هذه الجرائم ترتكب باسم هذه الدولة المحتلة.
نعم وسيقت الوقت أو سيقت الوقت في المستقبل ليتم الاعتماد على هذه الملفات تماما نعم كما تم في القضية الأخيرة أمام محكمة نعم العدل الدولية. نعم دكتور أيمن، باختصار، هل هذه التصريحات وهذه النوايا المعلنة بهذه الطريقة من قبل الإسرائيليين من الممكن أن تؤثر على الدافع للتفاوض من قبل حماس في الأيام المنتظرة القريبة؟ أعتقد يعني طبعا اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيه مرورا بعملية طبعا استهداف النازحين في مدرسة التابعين، وتصريحات اليوم بن غفير، يعني أنا أعتقد تصريحات بن غفير هي التي تخص غزة بشكل كبير جدا لا تؤسس لنجاح جولة المفاوضات. المعتقد أنها قد تبدأ في 15 من الشهر الجاري، بالعكس هي تزيد من الاحتقان في هذا الأمر. صحيح أن الملفات المفاوضة التي ستبدأ هي ملفات جزء منها معقد، جزء ممكن تجاوزه، ولكن أنا أعتقد مثل هذه التصريحات التي تأتي من وزراء في حكومة نتنياهو تعكر كل هذه الأجواء. نعم. وللأسف الأمريكان غير قادرين على كبح جماع حوالى المتطرفين داخل دولة الاحتلال. أشكرك من القاهرة، كنت معنا أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس الدكتور أيمن الرقم، وأيضا كان معنا من لندن المحامي وأستاذ القانون الدولي أمجد السلفيتي، شكرا جزيلا. أكد السفير الفلسطيني لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيزور موسكو بين يومي الاثنين والأربعاء المقبلين على أن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء. وكشف نوفل في تصريح لوكالة تاس عن لقاء سيجريه الرئيس الفلسطيني مع السفراء العرب المعتمدين في موسكو، مشيرا إلى أن المناقشات ستتمحور حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والوضع في غزة ودور روسيا وما يمكن القيام به. شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على أن الأردن لا يكون ساحة حرب ولا يسمح بتعريض حياة شعبه للخطر، وذلك وسط مخاوف من تصعيد عسكري بين إيران وحلفائها من جهة وإسرائيل من جهة أخرى. ودعا ملك الأردن إلى ضرورة بذل أقصى الجهود لخفض التصعيد في المنطقة والتوصل إلى تهدئة شاملة تجنبا للانزلاق نحو حرب إقليمية، محذرا من أن المنطقة ستبقى عرضة لتوسع دائرة الصراع المهددة لاستقرار المنطقة ما دامت الحرب على غزة مستمرة. قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالنت إن إيران وحزب الله يهددون بإيذاء الإسرائيليين بطرق لم يفعلوها في الماضي، مضيفا أن من يفعل ذلك عليه أن يتوقع ردا إسرائيليا لم يحصل في الماضي، وأضاف أن بلاده تمتلك قدرات كبيرة وعلى الإيرانيين وحزب الله أن يعيدوا حساباتهم وألا يتسببوا في اندلاع حرب على جبهات إضافية. النشرة مستمرة وفيها أيضا مسيرة مجهولة تستهدف سيارة للميليشيات الموالية لإيران وتقتل 5 عناصر قرب البوكمال. خلف عناوين الأخبار الكبيرة انعكاسات تؤثر على حياة الناس بإيقاع الحياة اليومية وفي كل شارع وحي. نرصد لكم القضايا المحلية، تفاصيل دقيقة تعكس الواقع، الفساد، الفقر وعناوين كثيرة، نحلل ونفصل أحداثا صامتة غائبة أو مغيبة. مع بداية خيوط الحدث ستجدنا هنا في مكانك وزمانك. الحدث في مكانك.
السبت 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. أفادت مصادر الحدث بمقتل عنصرين من حزب الله بالغارة التي استهدفت الدراجة في الطيبة. وقالت مراسلة الحدث إن الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت فوق بيروت وصيدا والمناطق الجنوبية. وقال الجيش الإسرائيلي إن السلاح الجو شن غارات على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان، وشملت الغارات مواقع في بلدات حنين وعيت الشعب وبليدة والخيام جنوبية لبنان. أعلن حزب الله أنه في لبنان طبعا قصف عددا من المواقع الإسرائيلية في المقابلة لحدود لبنان الجنوبية. وقال الحزب في بيان له إنه قصف تجمعا للجنود الإسرائيليين بمحيط موقع بركة ريشة المقابل لحدود لبنان الجنوبية. كما أكد الحزب استهدافه موقع الراهب القريب من حدود لبنان، وقصف موقع المرج الإسرائيلي بقذائف المدفعية وتحقيق إصابة مباشرة به. من جنوب لبنان تنضم إلينا مراسلة الحدث ناهد يوسف. أهلا ومرحبا بك ناهد. ناهد، لا تجملي لنا ما الذي حدث لهذا اليوم. رشا، يمكن القول بداية أن هذا اليوم بالفعل هو أهدأ كثيرا من الأيام السابقة، إن كان لناحية الاستهدافات الإسرائيلية أو لناحية حتى العمليات وطبيعة العمليات التي قام بها حزب الله. كان المشهد الأبرز اليوم بالغارة التي استهدفت الدراجة النارية في بلدة الطيب الجنوبية، والتي أدت إلى مقتل عنصرين من حزب الله بحسب مصادر الحدث. أيضا كانت تبعتها غارة ثانية على بلدة العديسي جنوبي لبنان. بالمقابل حزب الله قام بثمانية عمليات اليوم استهدفت إن كان تجمعات لجنود إسرائيليين كما ذكرت، بالإضافة إلى شبكات تجهيزات تجسسية في عدد من المواقع، ثمانية كما ذكرنا بينها الراهب ورويسات العالم التي استهدفها لمرتين، بالإضافة إلى المرج وبركة ريشة. يعني كل هذه المواقع رشا هي مواقع تنتشر على طول الشريط الحدودي، هي من المواقع التي عادة ما يقوم حزب الله باستهدافها في إطار المواجهات اليومية بين حزب الله وإسرائيل. ولكن من المتوقع بأن يكون هناك عملية أخرى تدخل إلى العمق الإسرائيلي أكثر أو إلى المواقع الإسرائيلية وذلك أو القواعد الإسرائيلية الاستراتيجية، وذلك ردا على مقتل هذين العنصرين في الغارة التي استهدفتهما في بلدة الطيبي. وهو المشهد الذي يحصل يوميا بإطار الرد على كل عمليات الاغتيال والاستهدافات، إن كانت بحق عناصر حزب الله أو إن كانت بحق مدنيين أو أي غارة تحصل خارج قواعد الاشتباك وفي العمق الجنوبي. عادة ما يكون هناك رد من قبل حزب الله على هذه الاستهدافات. أيضا كان الطيران الحربي خرق جدار الصوت فوق العاصمة بيروت والمناطق الجنوبية، وهو أيضا المشهد الذي بات يحصل يوميا في محاولة لإسرائيل لترويع اللبنانيين. هذه المحاولات عادة ما تؤدي إلى تكسر الزجاج في بعض المناطق اللبنانية. هذا هو ملخص الأحداث التي حصل خلال هذا النهار، والذي بدأ لساعات طويلة صباحا بهدوء حذر على الجبهة الجنوبية. كان هناك بعض التصريحات لمسؤولين بأنه من الممكن أو توقعات ترجيحات حقيقة بأن تكون العملية والرد من حزب الله خلال 24 ساعة القادمة. هل مما يوحي بذلك أم أنه مجرد قراءات فرضيات لا يوجد ما يثبتها أو ينفيها على الأرض؟
بالفعل هي مجرد قراءات أو تحليلات، ليس هناك أي شيء على الأرض يدل على إن كانت صحيحة أو غير صحيحة. أترقب سيد الموقف، كان هناك حديث من مصادر مقربة من حزب الله للحدث قالت بأن هذا الرد سيحصل وأنه سيكون ردا على استهداف الضحية أولا وثانيا على مقتل فؤاد شكر القيادي العسكري في حزب الله. لذلك توقعت من مصادر حزب الله بأن يكون هذا الرد على نفس المستوى، أي بأن يكون ربما قاسيا أو تصعيديا على الداخل الإسرائيلي. لذلك الآن الترقب سيد الموقف لمعرفة بالفعل إن كان هذا الرد سيأخذ هذا المنحى، وكيف ستتعاطى إسرائيل مع هذا الموضوع، إن كانت سيتم الاكتفاء بهذا الرد أم سيكون هناك أيضا رد مقابل من قبل إسرائيل ما يوحي باتخاذ أو أخذ الأمور إلى منحى تصعيدي أكبر، إن كنا سنستمر في الردود المتبادلة بين حزب الله وإسرائيل على هذه العمليات والتي قد تؤدي بالفعل إلى تدهور الأمور أمنيا أكثر. لذلك لا يزال الترقب مستمر منذ 10 أيام منذ هذه الغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية بانتظار الرد المرتقب من قبل حزب الله على إسرائيل. ناهد، في ظل الحديث أيضا من الجانب الإسرائيلي عن ربما توجه لأن تكون هناك ضربة استباقية، يعني تقوم إسرائيل بالضربة ولا تنتظر ما يقوم، إلى ماذا تنظرين ناهد؟ هل من أي شيء يلفت النظر يحدث الآن؟ الطيران الحربي كان عاد الآن، ولكن كان تحليقه على علو منخفض، كنا ننظر لنرى إن كنا سنتمكن من رؤيتها كما يحصل مرارا مع التحليق المنخفض للطيران الحربي، ولكنها غير واضحة لنا. كنت أسأل إذا ما كان هناك أي ردة فعل بناء على التصريحات التي تقول قد تذهب إسرائيل إلى رد استباقي قبل أن يضرب الحزب أو حتى إيران، هل من ردود فعل عسكرية أو إجراءات تتخذ من الجانب اللبناني حيال ذلك؟ عسكريا لم تتغير الصورة في جنوب لبنان، لم تحصل أي إجراءات غير معتادة، يعني حتى قوات اليونيفيل لا تزال تسير دورياتها بالتوازي مع الجيش اللبناني في القرى الحدودية، لم يتغير شيء على المشهد عسكريا. بالنسبة للإجراءات المتخذة، كانت الحكومة اللبنانية اتخذت سلسلة من الإجراءات في خطوة استباقية في حال حصلت أي حرب شاملة، وهنا نتحدث طبعا عن التحضيرات في المدارس لجعلها مراكز إيواء إذا استدعت الحاجة لها، مدارس في عدد من المناطق اللبنانية. تم التواصل أيضا مع كل المستشفيات، مع وزارة الصحة لمعرفة جهوزية المستشفيات إن كان هناك ما يلزمها من مستلزمات طبية في حال أيضا كانت دعت الحاجة إليها، مع الإشارة إلى أن لبنان تسلم الأسبوع الماضي شحنة من المستلزمات الطبية من منظمة الصحة العالمية بزنة 32 طنا من المساعدات أو المستلزمات الطبية كلها في حال طبعا كانت هناك حاجة لها. المستشفيات تحضرت، المسعفون أيضا تحضروا في مختلف المناطق اللبنانية خصوصا في البقاع والجنوب وحتى العاصمة بيروت، في حال تدهورت الأمور أمنيا أكثر أو حصلت أي حرب شاملة ليكون لبنان على جهوزية، مع الإشارة طبعا إلى أن لبنان الآن أو مع التذكير بأن لبنان يعيش في أسوأ ظروف اقتصادية، وأي تبعات لهذه الحرب هي بالفعل صعبة، وليس هناك من بنى تحتية أو من ملاجئ يمكن أن يهرب إليها اللبنانيون في حال حصلت أي حرب أوسع. لذلك حتى الآن هي خطوات وإن كانت خجولة نوعا ما، ولكنها تعد ضرورية في حال حصلت أي حرب شاملة على لبنان. شكرا جزيلا لك من جنوب لبنان، كنت معنا مراسلة الحدث ناهد يوسف، شكرا. أفاد المرصد السوري بأن مسيرة لم تحدد هويتها استهدفت سيارة عسكرية بين شرق سوريا والعراق، ما أدى إلى مقتل 5 مسلحين موالين لإيران كانوا بداخلها. وتعد تلك المنطقة حيث استهدفت السيارة من أبرز مناطق نفوذ إيران والمجموعات الموالية لها في سوريا، ومن بينها فصائل عراقية.
اتهم سكان من مدينة الحسكة السورية قوات سوريا الديمقراطية قسد بفرض حصار على مدينتهم بعدما هاجمت العشائر العربية مناطق سيطرتها في الجزء الشرقي من محافظة دير الزور. وقال سكان من الحسكة إن قسد تمنع دخول المواد الغذائية والمياه إلى المدينة التي باتت وفق بعضهم أشبه بقطاع غزة من حيث خلوها من مقومات الحياة الأساسية بفعل الحصار. فالشعب هنا ضمن المربع محاصر حقيقة من كل الاتجاهات، المي أمور إنسانية، المواد الغذائية، الخضرة، الخبز، يعني جماعة هذه بعيدين عن الديمقراطية حقيقة. محاصرين نحن كأنه نحن بغزة، يعني لا إسعاف يفوت، لا صهاريج مي تفوت، لا أكل يفوت، يعني مو يعني حرام. نحن كلياتنا يعني اخوه وكلياتنا عايشين ببلد واحد، يعني ما في خبز، سيارات مي ما عم تدخل لعنا. شو بدي اقول لك، الخضره والحاجيات الاساسيه ما في عنا، وحتى السيارات ممنوعه نطلع خارج المنطقه. أكد أحمد المسماري الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي أن الهدف من إرسال تعزيزات كبيرة إلى الجنوب الغربي للبلاد هو السيطرة الكاملة على الحدود من أجل مواجهة حالة عدم الاستقرار التي تشهدها بعض دول الجوار وحركة الهجرة غير النظامية. بدأت الحياة تعود تدريجيا إلى منطقة تاجورا الضاحية الشرقية للعاصمة الليبية طرابلس بعد أن شهدت اشتباكات مسلحة راح ضحيتها 9 قتلى و16 جريحا. الهدوء الذي يعم البلدية جاء بعد نجاح جهود الوساطة في حل الخلاف وانتشار قوة لفض النزاع على الطريق الساحلي بين كتائب تاجورا وأخرى قادمة من مدينة مصراتة على خلفية اقتحام مقرات تابعة لها داخل المنطقة. بحث رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع نظيره الليبي أسامة حماد في مدينة العلمين سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، ذلك في مختلف المجالات ومساهمة الشركات المصرية في جهود إعادة إعمار ليبيا. وأكد مدبولي على دعم مصر الكامل للشعب الليبي. من جانبه ثمن حماد الدعم المصري المستمر للبلاد. من القاهرة ينضم إلينا نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي سابقا عبد الحفيظ غوقة. أهلا ومرحبا بك معنا سيد عبد الحفيظ. موضوع التعزيزات العسكرية في الجنوب الغربي لليبيا وتوقيته فعليا كيف ممكن أن نفهمه الآن؟ هل هو فعلا يصب في سياق معين يراد منه تعطيل شيء ما كما يقول البعض، كيف نفهمه؟ بداية مساء الخير أختي الكريمة، المشاهدين الكرام. لا على الإطلاق، أنا أفهم التحركات والتعزيزات العسكرية إلى الجنوب الليبي هو المسألة مهمة جدا لتأمين حدودنا الجنوبية. أنت تعرف يا أختي الكريمة أن الجنوب ظل مستباح من قبل العصابات التهريب لمقدرات الليبيين والعصابات الجريمة المنظمة لعدة أعوام ولم يتحرك أحد. الآن القوات المسلحة تحركت لتأمين الجنوب، وهذه مسألة مهمة. الكثير من مدن الجنوب الليبي الآن تحظى بالاستقرار والأمن بعد أن كانت العصابات تعيث فيها فسادا. هذه المسألة بعيد عن أي تجاذبات سياسية أو بعيدا عن الانقسام، وجدت قوة لتؤمن. طيب لماذا أثارت الجدل ربما أو أثارت مخاوف بعض الأطراف أو كان بناء عليها هناك بعض التحركات؟ أنا لا هي هذه أطراف دولية هي التي رفضت هذه التحركات العسكرية وتأمين الجنوب، هي أطراف دولية. أما بالنسبة للأطراف المحلية فهي تنظر إلى هي مسألة سيطرة وأن هذه القوة تسيطر. نحن طالما نشدنا ونادينا بأن تسيطر قوة نظامية على حدودنا
في الجنوب الليبي مع عدة دول. أنت تعرفي ليبيا تحدها يعني أكثر من دولة، وظلت هذه الحدود مستباحة لأعوام طويلة. الآن القوات المسلحة تتحرك باتجاه تأمين هذه المدن وتحقيق الاستقرار فيها. هذه مسألة في غاية الأهمية، ولا أعتقد أن إنسان وطني يرفض مثل هذه المبادرات التي تقوم بها القوات المسلحة. وبالتالي بعيدا عنك، ماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر؟ المجتمع الدولي أختي الكريمة لا يريد لهذه الإشكالية أن تحل في ليبيا ويظل الانقسام قائم، وبالتالي يجب أن تأخذ القوات المسلحة زمام المبادرة للتحرك وتأمين هذه الحدود. الآن مدن الجنوب وبالإمكان إجراء استطلاع في هذه المدن، ماذا كانت عليه الأوضاع منذ سنوات وما هي الأوضاع الآن؟ يعني اختلفت كثيرا في وجود قوات مسلحة نظامية تؤمن المدن في الجنوب الليبي وتؤمن حدودنا مع الدول الجوار. هذه مسألة في غاية الأهمية ويجب أن ينظر إليها من هذه الزاوية. أما ما صدر من بيانات عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا أو المجتمع الدولي، فكل ذلك يعني يثير حفيظة هذه الدول التي تتدخل بشكل مباشر لدعم هذا الطرف عن ذاك. أنا كمواطن ليبي أنا أشعر بالفخر أن لدينا قوات قادرة أن تمد نفوذها إلى مناطقنا الحدودية وتؤمن مدن الجنوب. وهذا رأي كل الأطراف والأطياف الليبية بغض النظر يعني إذا ما كانوا في الشرق أو في الغرب؟ لا طبعا، لا طبعا أنا أتحدث عن بالنسبة للمواطنين، طبعا في الغرب في الشرق في الجنوب الجميع يكون راضي عن هذه الخطوط، ولكن الأطراف السياسية المناكفة والتي يعني طالما يعني اتخذت من الخلاف يعني سبب لبقائه ومد نفوذها، فبكل تأكيد هذه ستصدر البيانات وتدبج الخطب ضد هذه التحركات، لا لشيء إلا لأنها تعزوها إلى القوة وللسيطرة وإعادة الشباك. لا طبعا، وهذا ما عنيته في سؤالي يعني سيد عبد الحفيظ. كان هناك اليوم زيارة لرئيس الحكومة الليبية السيد حماد إلى مصر، وهو مكلف رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان. ماذا تعني هذه الزيارة بأن تكون من قبل السيد حماد إلى مصر ويلتقي رئيس الوزراء المصري؟ وفعليا إلى أي حد تخدم هذه الزيارات وتعزيز العلاقات الوضع في ليبيا ودفع العجلة السياسية إلى الأمام؟ شوفي أختي الكريمة، مصر طالما كانت جزءا من المجتمع الدولي الداعم لحل الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا، وبالتالي هي دعمت كل الحكومات التي أنتجتها الإرادة الدولية والأمم المتحدة، وظلت تتعامل مع حكومة واحدة هي حكومة اللي في الغرب الليبي التي المجتمع الدولي. ولكن مع استمرار هذا الخلاف وهذا الانقسام، مصر طبعا هي دائما ما تعبر القيادة المصرية على الدعم الكامل للشعب الليبي. لاحظي حتى في البيانات اللي تصدر في أعقاب هذه الزيارة، هو لا يقول أننا ندعم هذه الحكومة أو تلك، ولكن نعبر عن دعمنا للشعب الليبي. طبعا مصر يجب أن تتعامل مع الدولة التي على حدودها، الحدود الغربية لمصر، حدود ليبيا، طبعا طالما عانت أيضا من الفوضى ومن الفلتان طيلة الأعوام السابقة، حتى يعني فرض الجيش سيطرته وطرد الجماعات والتنظيمات الإرهابية من المناطق الحدودية المتاخمة لجمهورية مصر. وبالتالي طبيعي أن يكون هناك تعاون ما بين سلطات الشرق الليبي ممثلة في قيادة الجيش وممثلة في البرلمان مع الحكومة المصرية ومع القيادة المصرية، وهذا ما جرى عليه العمل طيلة الأعوام، ومصر كان لها دور كبير في القضاء على التنظيمات الإرهابية في ليبيا. الآن بدأنا نتحدث وهذا شيء جيد عن الإعمار، وهذه الزيارة أعتقد تصب في ذلك، باعتبار أن العديد من الشركات المصرية الآن انخرطت في عملية الإعمار التي تشهدها مدن الشرق والوسط والجنوب الليبي اللي خاضعة لسيطرة القوات المسلحة الليبية، وهذا مسألة جيدة، فضلا عن تأمين الحدود الغربية لمصر، حدودنا مع مصر الشقيق، وهذه مسألة جيدة. وبالتالي أنا في قناعتي في ظل وجود حكومتين، إحداهما هي وليدة المجتمع الدولي والأمم المتحدة، والأخرى هي حكومة محلية بغض النظر عن الشرعية، لأن في اعتقادي أن كلا الحكومتين لا تحظى بأي شرعية. لماذا؟ لأن الشرعية تكتسب من الشعب الليبي، والشعب الليبي أجهضت إرادته بالانتخابات منذ العام 21 حتى يومنا هذا، وهذه أسهام الأمر الواقع لا مناص من التعامل معها. وبالتالي منذ شهر استقبلت مصر حكومة الوحدة الوطنية، والآن تستقبل حكومة البرلمان الليبي، وبالتالي مصر
لها دور في الاستقرار وأيضا تبحث عن المصالح الاقتصادية لها، ولن تجد أفضل من الشرق الليبي الذي يؤمن حدودها الغربية والذي يعني يعمل على الإعمار والازدهار الآن، وبالتالي فرصة للاقتصاد المصري وللشركات المصرية أن يكون لها دور في هذه الأثناء. من القاهرة كنت معنا نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي سابقا عبد الحفيظ غوقة، شكرا جزيلا. النشرة مستمرة وفيها أيضا بعد اختراق حملته يقول ترامب إن إيران لن تتوقف لأن حكومة بايدن ضعيفة. فريدة في أعماق الواقع الذي يتشكل يوميا أمام أعيننا، محاولة جادة صادقة لسبر أغوار الحقائق التي لا تتأثى فرادا ولا تنشأ من عدم، بمنأى عن سابقات تمهد لها ولاحقات تتفرع عنها. تتداخل الوقائع، تتشابك الحقائق لتنسج من أدق خيوطها تفاصيل الحدث. استوديو الحدث يوميا 9 صباحا بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. يتعرض معظم سكان الأرض لتقلبات جوية حيث الأعاصير والزلازل وارتفاع درجات الحرارة، فتسببت بوفاة وتهجير الملايين وأضرار اقتصادية هائلة. ففي كل لحظة هناك أناس يواجهون التغير المناخي في بقعة ما من هذا الكوكب، فنحن لا نقف عند آثار ذلك عليهم، بل نحاول جاهدين أن نبحث في كيفية إيجاد الحلول لمواجهة هذه الأزمة العالمية مع الخبراء والمختصين. The climate crisis is spiraling out of control. كشف المرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب أن شركة مايكروسوفت أبلغت حملته أن أحد مواقعها الإلكترونية تعرض للاختراق من قبل الحكومة الإيرانية، مضيفا أن إيران لن تتوقف عن أفعالها لأن الحكومة الأمريكية الحالية ضعيفة على حد وصفه. وقال ترامب إن ما لا تدركه إيران هو أنه سيجعل العالم مكانا أفضل بعد فوزه بالرئاسة. معنا من واشنطن الدكتور عقيل عباس الباحث في الشؤون السياسية الأمريكية، أهلا ومرحبا بك معنا دكتور عقيل. سلام. فعليا ما مدى إمكانية إيران من أن تحدث تغييرا في هذا الملف الانتخابي وحملة ترامب؟ هل هي فعلا قادرة على ذلك أم أنها تقتصر على محاولات؟ شكرا على هذه الاستضافة. أولا أنا لحد الآن هذا حدث في الشهر السادس قبل شهرين، العملية التي وصفت لن تؤثر على الانتخابات إذا توقفت عند هذا الحد، بخلاف العملية الروسية في 2016. العملية الروسية في ذلك العام وصلت إلى سجلات الناخبين واستطاعت أن تبعث رسائل نسخ من صحف أمريكية فيها مقالات مزيفة تهاجم هيلاري كلينتون، بعثتها إلى عدد كبير من الناخبين بحيث أثرت على آراء هؤلاء الناخبين عند تصويتهم. ما حصل الآن فقط هو أخذ وصول لسجل جي دي فانس يعني نائب ترامب وكيفية تقييم حملة ترامب له قبل اختياره
نائبا لترامب، فليست مضرة بالمعنى الانتخابي أو بالمعنى السياسي، لكنها قد تكون مقلقة بخصوص القدرات التقنية الإيرانية التي قد تتصاعد إذا حصل تعاون. وبالتالي هذا يعطيه ربما نوع من الدعم لترامب عندما يستخدم هذه الورقة ويقرن ما بينها وبين وجود بايدن بالحكم؟ يمكن أن يستخدمها، أشك كثيرا أنها ستثير انتباها انتخابيا، وإذا أثارت انتباها انتخابيا فسيكون محدودا بين الأوساط يعني التي تهتم بالسياسة الخارجية. لا أعتقد ستؤثر حقيقة انتخابيا، لأنه من دون ربطها بحملة كامالا هاريس أو من دون إظهار تقصير من الحكومة الاتحادية أدى إلى حصول هذا الخرق، سيكون صعبا على ترامب الاستفادة من هذه واتهام الطرف الآخر بها. إذن لماذا يتحدث عنها الآن ويطرح هذه الملفات ويخلط ما بين اختراق ويصعد إلى حد ما بالموضوع ويتحدث عن بايدن وإدارة بايدن إذا كانت لا تجدي نفعا؟ لماذا يطرحها؟ أعتقد ما الذي يهدف إليه هو إظهار أنه في السياسة الخارجية قوي مؤثر، أعداء أمريكا يخافون منه، فيما الطرف الآخر يعني كامالا هاريس بايدن ضعفاء، هم أوصلوا أمريكا إلى حالة الضعف هذه عبر توقيع الاتفاقية النووية وما إليه. هو هذا هو المجال الوحيد الذي يستطيع أن يستخدم يعني ما هذه الحادثة فيها، أيضا مظهر مظلوميته والآخرون يستهدفونه. لكن هل الرسالة، هذه الرسالة، هل إيران ستكون ملفا مهما في الانتخابات الأمريكية المقبلة؟ يعني لا يبدو هذا لحد الآن. بقضية إسرائيل وغزة ربما مؤثرة إلى حد ما لدى مجاميع معينة من المصوتين، لكن كل قضايا السياسة الخارجية الأخرى حقيقة لحد الآن لم يظهر أنها مؤثرة أو أنها ستكون مهمة في هذه الانتخابات. ولكن عندما يقول بأنه يجب على إيران أن تدرك بأن العالم سيكون أفضل أو يجعل العالم مكانا أفضل بعد فوزه بالرئاسة، هل يعني ملفات معينة سيتم العمل عليها من قبل ترامب؟ هل فعلا هناك توجه لتكون إيران ربما على جدول أعماله التي أو ستكون خلال حملته التي ستطرح في الأيام والشهور القادمة؟ يعني بالضبط، هو لحد الآن لم يعلن برنامجه الانتخابي، لكنه يستخدم هذه الحادثة لتسليط الضوء على برنامجه الانتخابي أنه سيكون قويا في السياسة الخارجية. إيران ستواجه لأول مرة ضغطا أمريكيا كبيرا وواسعا شبيه بالضغط الذي واجهته في إدارته في حينها، وعبر هذا هو يستطيع أن يسوق لضعف الإدارة الحالية. الآن مبكر أن يسوق لهذا، يعني أمامه مناظرة انتخابية، مناظرة تلفزيونية مع كامالا هاريس، أيضا نهاية المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، هذا مهم يحتاج أن ينتهي هذا الشهر. بعدها نحن سنكون بإزاء سباق انتخابي كامل حقيقي، حينها ربما سيستخدم هذا الموضوع على نحو أوسع وأدق لتسجيل نقاط انتخابية ضد هاريس، وسنرى حينها رد فعل الجمهور إذا كان مهتما بهذا الأمر أم لا. شكرا جزيلا. من واشنطن كنت معنا الدكتور عقيل عباس الباحث في الشؤون السياسية الأمريكية، شكرا جزيلا. أعلن الجيش الروسي الأحد وقف التقدم الأوكراني قرب بلدات في منطقة كورسك، حيث تنفذ كييف منذ أيام توغلا بريا، مع إقراره بأن قواتها بلغت مناطق تبعد نحو 30 كيلومترا من الحدود. وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأنها أسقطت في كورسك خلال الليلة الماضية 14 مسيرة أوكرانية، بالإضافة لأربعة صواريخ من طراز توشكا. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إن القوات الروسية استخدمت على الأرجح صاروخا كوريا شماليا في هجومها الجوي الأخير ليلة البارحة على العاصمة كييف، ما أسفر عن مقتل شخصين. وأضاف زيلنسكي أن خبراء المتفجرات يعملون على تحديد البيانات الدقيقة لهذا الصاروخ. يأتي هذا وسط تنامي التعاون العسكري بين موسكو وبيونغ يونغ
والذي كان في الآونة الأخيرة. قال فيتالي كليتشكو عمدة العاصمة الأوكرانية كييف إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية تمكنت من صد الضربات الروسية التي استهدفت العاصمة كييف خلال الساعات الأولى من صباح الأحد وأجبرتها على الفرار، فيما نقلت رويترز عن شهود عيان سماع انفجارين في سماء العاصمة. من جانبها قالت القوات الجوية الأوكرانية إن وحداتها مستعدة لمواجهة الغارات الجوية مع تهديد بإطلاق أسلحة باليستية على أوكرانيا. من كورسك ينضم إلينا مراسل الحدث رائد الأغبر. أهلا ومرحبا بك معنا رائد، كيف تجري الأمور الآن؟ هل ما زال موقف التصعيد هو الذي من الممكن أن توصف به المنطقة الحدودية؟ نعم ريمي، بالفعل هنا أطلقت صفارات الإنذار في الدقائق الماضية، وكانت ترى سيارات الإسعاف تنطلق بكثافة إلى أحدى المناطق الشمالية من المنطقة، كما أننا نرى يعني أرتال عسكرية تتحرك في ذات الوقت. بالفعل المعارك ما زالت مستمرة، الوضع متوتر جدا في هذه المنطقة وهي مقاطعة كورسك الحدودية مع أوكرانيا، حيث منطقة سوجا والتي دخل إليها الجيش الأوكراني وسيطر على أجزاء منها. الجيش الروسي اليوم أعلن أنه أعاد إلى سيطرته 3 قرى كان قد دخل إليها الجيش الأوكراني، وأنه قد قتل مئات الجنود ودمر آليات عسكرية من صناعات أمريكية وأوروبية. المعركة مستعرة بالفعل، رغم أن المنطقة التي نقطن فيها الآن هي منطقة سكنية وتعتبر نوعا ما هادئة، لكن عندما تطلق صفارات الإنذار فهذا يعني إنذار إلى إمكانية سقوط الصواريخ الاستراتيجية طويلة المدى بأي لحظة وفي أي مكان من العاصمة. على سبيل المثال ليلة أمس سقطت صواريخ من طراز توشكاو على قلب العاصمة كورسك. الدفاعات الجوية حسب الدفاع الروسية اعترضت جميع الصواريخ، لكن الشظايا الكبيرة التي سقطت على مناطق متفرقة من المدينة أدت إلى أضرار كبيرة وأدت إلى إصابة 15 شخصا منهم بإصابات بليغة، نقلوا إلى المستشفيات، أكثر من 20 سيارة تضررت، وبالفعل الأضرار لحقت مناطق كثيرة، أظهرنا ذلك بفيديوهات الصباح منذ الصباح ونحن نتواجد في تلك المنطقة ونظهر الأضرار التي تعرضت لها مدينة كورسك. بالفعل هناك حديث من عمدة المقاطعة بأن الأعمال العسكرية متواصلة وأن الجيش الروسي يواصل طرده للقوات الأوكرانية التي طردت التي وصلت إلى منطقة سوجا وتتوسع باتجاه المحطة النووية، لكن الجيش الروسي أوقف تمدد القوات الأوكرانية ويساهم بطردها بالكامل من الأراضي الروسية. هناك أعداد كبيرة من النازحين، الحديث عن عشرات الآلاف، وصلوا كمرحلة أولى إلى مأوى أو مراكز اللاجئين هنا في دونيتسك في كورسك، ومن ثم نقلهم إلى المناطق الأكثر أمنا في العمق الروسي. نضيف هنا بأن هناك قوانين جديدة صدرت يوم أمس لمكافحة الإرهاب، جميع المواطنين يمكن إيقاف أي مواطن وتفتيشه وتفتيش حتى هاتفه أو الجوال والاشتباه به وإيقافه تحت يعني قانون الطوارئ، ما يسمى بقانون الطوارئ من أجل مكافحة الإرهاب. حتى نحن الصحفيين نتعرض للتفتيش الدائم والأسئلة الكثيرة في أعمالنا وفي المناطق التي نتواجد فيها. الوضع هنا متوتر جدا، وهذه هي يعني حادثة لأول مرة تحدث أن يدخل الجيش الأوكراني إلى الأراضي الروسية ويتعمق ويسيطر، ومدرعات صفارات الإنذار من جديد إذا كنا نسمعها. الناس يرتادون الملاجئ حين سمع صفارات الإنذار ويأوون إلى المناطق الأكثر أمنا، نقصد الأقبية أو حتى في البيوت على أقل تقدير. إذن هذه الصفارات تشير إلى أن العمليات ربما مستأنفة والمشهد لا يوجد فيه تغير من حيث ربما إيجاد حلول أو تهدئة.
هل نسمع صفارات الإنذار؟ ندع الصورة ربما تعبر أكثر. نحن لا نستطيع أن نستمع رائد. قاطعت دنيتسك. هذه المنطقة من قلب مقاطعة دنيتسك. نعم. نعم. بالعموم شكرا. المعارك ما زالت مستمرة. نعم. الجيش الروسي يؤكد بأنه عاد إلى سيطرته 3 قرى في المناطق الساخنة، لكن الجيش الأوكراني لا زال يسيطر على مناطق كثيرة في مدينة سوجا الصغيرة ويتوسع في الأجنحة، لكن الجيش الروسي أكد بأنه أوقف إيقاع تمدد القوات الأوكرانية وأنه يعمل لطردها كاملا من المنطقة. أعداد كبيرة من اللاجئين النازحين جزيلا. الذين لجأوا إلى قلب العاصمة كورسك. انتهى وقتي رائد من كورسك، كنت معنا مراسل الحدث رائد الأخبار، شكرا جزيلا. نلتقي على رأس الساعة.